مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي. قلنا على المبادرة. يا هذه مبادرة من مجموعة، هذه مبادرة من مجموعة مسمين أرواح مجموعة أهل الخير، ولا حابين يطلقوا لها اسم من اسم الكورير. يعني مجموعة ما هي تابعة لحتى شيء، مجموعة خيرية ما هي تابعة لحتى منظمة ولا حتى حزب من الأحزاب. قامت بعدة مبادرات، منها تنظيف مسجد عقبة المنافع لعدة مرات، تنظيف المقبرة، تنظيف الحديقة هذه اللي رانا متواجدين فيها الآن، كانت يعني شوية حالتها يعني تعبانة شوية، وولت حبت تختسم هذه الأعمال الخيرية. هذه حفل متواضع لأطفال سيدي عقبة مع نهاية العطلة الدراسية، حتى يتنفسوا شوية وحتى نعطوا طاقة للمدينة ونكسروا هذا الركود اللي راهو في المدينة. ربما هذه الحشود يعني تبين باللي راه الناس محتاجة إلى مثل هذه المبادرات. يعني بالطبع يعني الناس راهي متعطشه للشيء هذا اللي رانا اللي ماهيش محتاجه، راهي متعطشه. ما كان حتى مبادره، لا حفلات، لا مسابقات فكريه، لا حتى شيء. احنا قلنا ان شاء الله تكون هذه مبادره، تكون مبادره خير، تكون باذن الله تعالى تكون يعني الناس تستعاند كما نقولوا باش نديروا حوايج اخرى والافضل. ان شاء الله نتمنى لكم التوفيق، ان شاء الله يكون حفل ناجح. بارك الله فيك استاذ ومرحبا بكم مره اخرى. شكرا. يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك.